عشان تدرس قانون وترجع محامي وتدافع عن القضايا، وبعد كده فجأة تحولت تماما الى التعليق الرياضي. ما كانش فيه تحفظ عند الأسرة عندك؟ لا، هو في الأصل انا المفروض اكون لاعب كوره. انا لما نجحت في البكالوريوس الوالد بيقول لي لا، الدراسه قبل الكوره، وبالتالي حرمني من مواصله اللعب. لعبت فين يا كابتن؟ لعبت في الافريقي، في الافريقي التونسي. اي طبعا، يعني معنى كده انت افريقيا اكيد. طبعا العائله وبتعلن... لا انا قصدي بتعلنها ما عندكش مشكله، هم يعني يعرفوا في تونس هذا الموضوع يعني. انا كنت انتمي في وقت من الاوقات في صنف الشباب للافريقي، وبالتالي يعني الوالد كان رافض هذه الفكره ويحبني يعني اكون في الدراسه يعني.